السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة ثقافة ومعلومة في كل مكان. قال عز الدين بركات زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد ووالد رامي الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي أن فريق إعداد برنامج الإعلامي وائل الإبراشي تواصل معه لعمل مداخلة خلال تواجد الفنانة رغدة مؤكدا أنها قالت كلام محترم. وأضاف عز الدين بركات في تصريحات صحفية أنه عقب الانتهاء من المداخلة فوجئ بتصريح للفنانة رغدة في إحدى المواقع قالت فيه ابن هالة فؤاد ضيع ممتلكات أحمد زكي. ليرد عز الدين بركات مش من المحترم إنك تتكلمي عن هالة فؤاد وبالطريقة دي، لما تتكلمي عن هالة فؤاد تتكلمي بأدب واحترام وذوق، لأن دي مش أي حد. وتابع هالة فؤاد عمرها ما حطت نفسها في علاقات مشبوهة ولا في مكان مش بتاعها، هالة إنسانة محترمة ربنا يجعل مسواها الجنة. موضحا رغدة انتي ما تعرفيش رامي ابني علشان تقولي انه ضيع ممتلكات احمد زكي، ليه بتتكلمي فيما ليس لك به علم؟ اذا اول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل وأرق تحياتي وتحيات أسرة ثقافة ومعلومة.